نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا على استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه المصري باذن الله يوم الجمعه. يا ادهم مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، اخبار التمرين عندك ايه؟ الحقيقه امير، بدا المران النهارده في تمام الساعه 11 صباحا من خلال محاضره من المدير الفني ريني فايلر، المدير الفني النادي الاهلي، اكد فيها على اهميه مباراه المصري، مباراه جماهيريه، مباراه قويه جدا، مباراه بيؤكد فيها ان شاء الله النادي الاهلي قدرته واستمراريته في الاداء الجميل والاداء المميز واحكام قبضته على صداره الدوري العام. تمام. الملاحظ يا امير في المران النهارده هو ارتفاع مستوى الحمل البدني والفني والتكتيكي والخططي عن طريق تقسيم المران لجزئيتين. الجزئيه الاولى هي عباره عن مران تنس ارضي او طايره ارضي ما بين مجموعه برع فيها وليد سليمان واحمد الشيخ وسام عاشور حسين الشحات محمود وحيد، والمجموعه الاخرى كان في استغلال الكرات العرضيه وتسديد من خارج منطقه الجزاء، وكمان عباره عن تقسيمه تالق فيها كهربا اللي كان ليه جلسه خاصه النهارده مع المدير الفني ريني فايلر. طبعا محمود عبد المنعم كهربا النجم من النجوم في الخط الهجوم للنادي الاهلي بيعول عليهم خلال الفتره المقبله. كمان كان في جلسه اكثر من رائعه ما بين المدير الفني ريني فايلر وكابتن شريف اكرامي، قد ايه بيعبر عن امتنان وحب وتقدير لشريف اكرامي، وده بيبين قد ايه المدير الفني ريني فايلر عينه على كل لاعب في الفريق. حابب اطمن جماهير النادي الاهلي على رمضان صبحي، كان في النهارده جري خفيف ما شاركش في المران، لكن زي ما بنقول يوم عن يوم بنتاكد من سلامه الاصابه والتعافي التدريجي ان شاء الله عشان يشارك تدريجيا في المباريات. بالنسبة لعلي لطفي اكتفى بمران في الجيم ما شاركش، كان في مران قوي لحارسنا محمد الشناوي ولمصطفى شوبير، برع فيه مصطفى شوبير الحقيقة للتصدي للكرات، ده كان كل ما لدينا بخصوص التدريب. طبعا المرحلة المقبلة مرحلة محتاجة تركيز، محتاجة جهد، محتاجة جهد بدني، لأن النادي الأهلي مقبل على كم من المباريات في مختلف البطولات. طيب يا أدهم، أنا عارف إن مستر فايلر بيهتم قوي بالتقسيمة اللي بتبقى مع نهاية كل مران، قول لي الملامح التقسيمة النهاردة كانت عبارة عن إيه؟ مين بالظبط اللي تألق بخلاف كهربا؟ يعني احكي لنا شوية عن التقسيمة والتدريبات بشكل عام. الحقيقه كان المدير الفني ريني فايلر مهتم بالكرات العرضيه، كان في تركيز جدا، كان بيقوم بارسال الكرات العرضيه حسين الشحات، كان في حسام عاشور، وليد سليمان، كهربا، احمد فتحي، كل الناس دي كانت، ومروان محسن وجونيور اجاي، كان في كمان تدريب اضافي لاليو بادجي على ضربات الراس، كان مهتم جدا بضربات الراس وقد ايه انها ممكن تفرق في المباريات المقبله. كمان كان في تركيز على التسديد من خارج منطقه الجزاء، ازاي اقدر اوجد الفرصه قدام حارس المرمى وان انا اسدد عليه. وبرع والحقيقه وتالق في التمرين محمود متولي، كان ليه تسديدات اكثر من رائعه، وحسين الشحات احرز هدف اكثر من رائع النهارده، كويس، نال عليه اعجاب واشادات الجهاز الفني. كويس، ده امر مهم جدا. طيب انا بشكرك ادهم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي.